اخر البنات غنضرب لك ديالنا على بركه الله. كيف ما كتشوفوا فقط واش تسرجم لقيت شميتها زغزاله فنه، كيف ما كتشوفوا غادي نمشي نغسل وجهي باش غادي نفطر وغادي نخرج حيتاش عندي بزاف ما يدار هاد النهار هذا. كيف ما كتشوفوا دابا راني خارجه غادي نمشي عند ايمان كافه ديالنا اللي معروفه في مدينه تازه باش غادي نجيب التكشيطه اللي كريت على حساب العرس ديال ولد خالتي. المهم هنا كيف ما كتشوفوا المحل ديالها جا فريضه، عندها داكشي صراحه فن وغزال وكتعامل مع الناس وظريفه ما شاء الله عليها. غنوريكم داكشي ديالها، لا لي زاكسيسوار لا تكاشط لا العماليه، لا صراحه كلشي كلشي عندها زوين. المهم نخليكم تشوفوا ونرجع لكم. المهم الخوت التكشيطه ديالي وجدات مع عند الديكريساج، هذه هي التكشيطه اللي كريت تتقولوا لي كي جاتني هنايا. صافي مشيت عند الكوافوره باش غادي نبداو تجهيزات على بركه الله. هذه الكوافوره ديالنا امينه، حتى هي جات كذلك فريضه كتصاوب وكتعامل مع الناس وعندها داكشي زوين وغزال بزاف بزاف كما كتشوفوا. غادي نخليكم تشوفوا المكياج ايتاب باغ ايتاب ونرجع لكم. المهم الخوت هذه لا ريزولتا فينال ديال وجهي، مكياج خفيف ظريف ما كيعجبنيش انا نتقل حاجه خفيفه احسن. وهذه هي لا غوب اللي كريت الخوت، بدلت داك لا غوب حيت اللون ديالها ما عجبنيش وديت هاد الصفره هذه. تتقولوا لي كي جاتني في لي كومونتير، الراي ديالكم كيهمني بزاف بزاف. موراها صونينا على ولد خالتي يجي مورانا باش نمشيو للعرس على بركه الله. صراحه شكرا ليه من هذا المنبر هذا وبقاو معايا. الماخوت كيف ما كتشوفوا وصلنا لقيناهم مازال ما بداوش كيتسناو العريس فين ما يلبس ويقدوا له الحنه ديالو ومبداو على بركه الله. هنايا صافي وجدوا وغادي يحنيو له. نخليكم على فيديو. كيف ما كتشوفوا كنتسناو باش نشدو بلايصنا باش نتحركوا على بركه الله. انا الصراحه مشينا بالصلاه والسلام، صراحه رائعه رائعه. ونقوم على الفيديو ديالنا. ملي وصلنا الخوت لقيناهم كيتسنانا بالدقيقيه. خوت كيف ما كتشوفوا هنايا طلعنا للسطح حيت راكم عارفين كورونا وكيديروا العرسات الناس غير في الدور. هنا داروا السطح صراحه احسن حل. هنا كيف ما كتشوفوا كنتعشاو، انا بغيت نشد لكم كلشي للعرس ولكن راكم عارفين الناس ما كتبغيش تصور وكاين شي بعكاكه، من الاحسن باش ما نجبدوش المشاكل غير لقطات بحال هكا احسن حاجه. هنا حطوا لنا الديسير. هنا كيف ما كتشوفوا راه الدار عرفتي
ستة الصباح القهوة كيحل وكلشي كيحل. المهم صراحة دقدقنا وعينا، ولكن داز نهار زوين بزاف بزاف بزاف. المهم هذا هنا باش كيكون هنا غادي نسالي الفلوق ديالي، وغادي نقول لكم تصبحوا على خير، وكنتمنى الفلوق يعجبكم. باي باي.